صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل عدم زواج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من قبيل التبتل والتشدد، ويدخل في من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا لا أتزوج النساء فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك من يدعي بفعل شيخ الإسلام رحمه الله؟ إذا صار هذا السائل مثل شيخ الإسلام في جهاده وعلمه فإنه وصار الزواج يعوقه عن الدعوة وعن الجهاد فهو معذور. شيخ الإسلام إنما تركه لأنه مجاهد في سبيل الله وأيضا مطارد مسكن ويعذب ولم يتفرغ للزواج. نعم.